دي احلى كره في الجيم، دي احلى كره في الجيم، كره رائعه فعلا. انتوا تتفقوا معايا انا وجهه نظري كره رائعه، انا متفق معاك يعني. ده دي بلايس اوف جيم. لا خطيره يعني، دي بلاي اوف ذا جيم صح، اند لاين كده. في واحده لا فيس اوف جيم. بص اصل يعني. ده نطت من وسط ثلاثه، لا عيدوها لنا واحده واحده يا جماعه بالتصوير البطيء كده، وعايزك كده خالد تحللها لي. انت بتتكلم على حلاوه اللعب. حلاوه اللعب، الستيب اللي خدها في الفيك اللي عمله الاولاني، اولا وسع لنفسه وقام داخل من اند لاين، خد الجامب ستيب قبل الاثنين ما يقابلوه، فركبهم الاثنين، وزي ما انت شايف كده موف رائعه فعلا. هي بلاي اوف ذا جيم فعلا. اسلام ايه رايك يعني كابتن خالد قال لي دي بلاي اوف ذا جيم، انت رايك؟ لا لو هنتكلم على حلاوه اللعبه ممكن، لا خلي بالك اصل دي فيها، لكن لو على اهميه اللعبه بالنسبه للجيم، الاليوب بتاع عمرو الجندي لعمر طارق اللي كانت بعد الاليوب بتاعت انس اسامه على طول، خلي بالك دي عملت فرق في الروح جدا في في الجيم يعني. دي لا بص البنش، بص البنش بقى اللي بيقول عليه اسلام، بص البنش بص البنش نط ده، نزل الملعب اصل دي عملت ايكوال، عمرو زهران نزل الملعب، عملت ايكوال وعملت صحوه في الفرقه وعملت شغل كبير. بص نطت من وسط الاثنين، واخد تيك اوف شمال هو اشول، وداخل من البيز لاين بايده اليمين وعمل كروس اوفر. ده عمل يا كابتن خالد لو تفتكر، عمل كروس اوفر انكل بريك يجنن، وقع لعيب من نادي الزمالك. انا نادر لما اشوفها في الدوري المصري يعني. حتى انت قلت لي يا كابتن خالد حلوه اللعبه دي، انكل بريك جدا